تغييرات مرتقبة على الحالة الجوية في المملكة مع دخول شهر ديسمبر، هذه التغييرات ستكون جذرية بمشيئة الله تعالى ومختلفة عما كنا نعيش عليه في شهر 11 نوفمبر لهذا العام. هذه التغييرات حقيقة تبدأ من تغيير الأنظمة الجوية المتوقعة في المحيط الأطلسي والقارة الأوروبية، وعلى أثر ذلك من المتوقع أن تتغير الأجواء بشكل واضح. نبدأ بهذا الأسبوع، متوقع أن يكون هناك تغييرات كبيرة تتمثل بانخفاض درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع. كما تلاحظون هناك تقدم لمرتفع جوي في شرق القارة الأوروبية في شرق المحيط الأطلسي وتحديدا في المناطق المتاخمة للسواحل البريطانية والفرنسية. على إثر ذلك من المتوقع أن يتحرك هذا المرتفع إلى الداخل بشكل تدريجي يدفع بتيارات هوائية باردة نحو شرق القارة الأوروبية. على إثر ذلك يتوقع أيضا بمشيئة الله أن تتأثر منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة بحالة جوية غير مستقرة عموما، قد تجلب الأمطار مع نهاية هذا الأسبوع تحديدا أيام الأربعاء والخميس والجمعة. التغييرات الأكبر متوقعة كما تلاحظون خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر وتحديدا اعتبارا من يوم السبت وما بعد، من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب القارة الأوروبية مع تقدم لهذا المرتفع الجوي. كما تلاحظون هذا المرتفع من المتوقع أن يجلب أجواء دافئة نسبيا إلى أقصى غرب القارة الأوروبية، ولكن سيؤدي إلى اندفاع كتلة هوائية باردة وشديدة البرودة نحو المنطقة الشرقية من البحر المتوسط إضافة إلى شرق القارة الأوروبية كما نلاحظ على الخريطة. هذا التقدم للهواء البارد نحو المنطقة سيعمل على انقلاب الأجواء نحو تصبح باردة بشكل واضح في أغلب وعموم مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط. بعد ذلك من المتوقع أن تجلب هذه الكتل الهوائية الباردة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل أيضا غير انخفاض درجات الحرارة ارتفاع فرصة هطول الأمطار وفي أجزاء أيضا واسعة من المملكة إضافة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأيضا من المتوقع أن ترتفع حتى فرصة نسبة تساقط الثلوج ولكن بالأخص فوق المرتفعات الجبلية العالية. لاحقا بعد ذلك من المتوقع أن تتحرك هذه الأنظمة الجوية جميعها نحو الشرق، وبالتالي من المتوقع أن تبقى المملكة وسائر البحر شرق البحر الأبيض المتوسط تحت تأثير الهواء البارد، وربما أيضا تتطور فرصة من جديد لأن تحدث أو تتشكل منخفضات جوية جديدة على المنطقة وبالتالي تجلب المزيد من الأمطار. أعلم أن الجميع قد يسأل عن فرصة تساقط الثلوج مع تغير هذه الأنظمة الجوية. نلاحظ من الخارطة أن هناك اندفاع الهواء البارد خاص القطب منه يمتد نحو شرق القارة الأوروبية. هناك سيناريوهين متوقعات في حال اندفاع هذا الهواء البارد إلى هذه المنطقة. الأول بأن يتجه هذا الهواء البارد مباشرة باتجاه المملكة وسيكون غالبا هواء بارد وجاف ويسبب تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة وشرق البحر الأبيض المتوسط. هناك أيضا سيناريو آخر قد يتجه هذا الهواء البارد نحو البحر الأبيض المتوسط مباشرة نحو شرق البحر المتوسط كما نلاحظ، ومع تحرك هذا الهواء البارد إلى تلك المنطقة قد يتشكل منخفض جوي، وعلى إثر ذلك ربما هذا المنخفض يجلب تساقط الثلوج خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. السؤال المباشر، هل في العاصمة عمان هناك تساقط ثلوج؟ الجواب سيكون خلال التحديثات القادمة، تابعونا عبر arabiaweather.com. كان معكم محمد الشاكر.